وبركاته. في هذا اليوم الذي نجتمع فيه وهو بالنسبة لنا يوم مهم، يوم تلتقي فيه أهدافنا مع المجتمع الدولي بمناسبة مهمة جليلة كريمة، وهي الاحتفال باليوم العالمي للسكان. هذا اليوم الذي يريد أن يجعل من الإنسان هدفا، وهذا مبتغانا وهذا هدفنا، إني جاعل في الأرض خليفة، وبالتالي الإنسان هو القيمة العليا التي كرمها الله سبحانه وتعالى والتي يجب أن نعمل لها جميعا. لا خير بتنمية ولا خير بتطور إذا لم يكن هدفها الإنسان. الإنسان هو الهدف الأساس في كل ما نسعى إليه، لأنه خليفة الله على الأرض، لأنه نفس مقدسة ونفس زكية يجب أن تقدر ويجب أن تحترم ويجب أن تعطى الأولوية. لكننا نشهد للأسف أن الإنسان يدمر بالأهل، يدمر بالحروب، يدمر بالنزاعات الدولية، وعلينا جميعا أن نقف كما نقف اليوم جميعا في اليوم العالمي للسكان لتحديد أهداف تنميتنا ولتحديد خططنا بحيث يكون الإنسان دائما هو الهدف وهو الذي نسعى لتحقيقه، سواء كان في مجالات التعليم، في مجالات الصحة، في مجالات التنمية البشرية، في مجالات القدرات الإنسانية، في المجالات الاقتصادية، في كل المجالات التي تعني بالإنسان وبتقدم الإنسان وبعلو الإنسان. نحن أكدنا في منهاجنا الوزاري على أن هذا هو المحور الأساس لنا، ونحن ساعون ونحن نعمل في هذا الاتجاه، ونعتقد أن المفاهيم الأساسية التي أصبحت اليوم ثابتة بين جميع الدول هو التوجه نحو تنمية مستدامة، نحو تنمية شاملة، تنمية تتوسع وتستقر في أرضها وليس مجرد قفزات ثم ارتدادات إلى الخلف. نحن في العراق شهدنا هذه التجارب، كانت لدينا في فترات معينة مراحل من التقدم، لكن لأن الأهداف لم تكن ثابتة ولم تكن مؤطرة تأطيرا سليما، وجدنا ارتدادات نحو الحروب ونحو الدمار ونحو تدمير كل المنجزات التي قام بها الشعب العراقي، وما حصل مؤخرا في معاركنا مع داعش ومع الإرهاب لهو خير دليل على أن الأمور إذا لم تبنى بناء صحيحا، بناء مجتمعيا صحيحا، وبناء مفاهيميا صحيحا، وبناء تربويا صحيحا، فبالتالي كل هذه المنجزات في وقت ما، في لحظة ما، ممكن أن ترتد إلى الخلف وتتحول إلى إرهاب وقتل ودمار وعنف. بهذه المناسبة، كما تفضل معالي الوزير، نحتفل بهذه المناسبة وأعيننا تنظر إلى الأمام في الاستعدادات المهمة التي نقوم بها للتعداد السكاني الذي نزمع إجراءه في نهاية عام 2020. هذا هدف أساس بالنسبة لنا. كما تعلمون، نحن لم نقم بتعداد منذ أكثر من 30 عاماً، ومما جعل الكثير من بياناتنا، من إحصائياتنا، من تقاريرنا يشوبها بعض الخلل أو بعض قلة الفاعلية وعدم الدقة، ونعتقد أن هذا حقيقة عامل معرقل أساس على كافة الصعود وعلى كافة المستويات. فقط بإجراء تعداد سكاني وللمساكن ممكن بناء الخطط ورسم السياسات الصحيحة، ونحن عازمون على ذلك. نعرف أن هناك
عقبات كبيرة. بالأمس أنا التقيت بالسيد لؤي وتكلمنا عن هذا المشروع الضخم، وكانت لدينا ملاحظات، وأعتقد هذه الملاحظات هي ملاحظات مهمة نحن نأخذها بنظر الاعتبار وندرسها جيدا لكي يكون التعداد محققا للأهداف المرجوة منه، وليس مجرد عملية ثم تتوقف كما حصل في بلدان عديدة، خصوصا في فترات ما بعد النزاع، خصوصا في فترات ما بعد الحروب. طالما تحصل هناك إذا لم يعد إعدادا كافيا لهذا المشروع، قد نحقق التعداد أو نحقق جزء من التعداد لكن لا يتحقق التعداد بأهدافه المرجوة له. لذلك من على هذا المنبر في الحقيقة أنا أدعو جميع الهيئات الدينية والمجتمعية والسياسية والرسمية، مجلس النواب خصوصا، الهيئة القضائية، جميع الوزارات، أن تتفاعل مع مشروع التعداد السكاني الذي نقوم به، لأنه حقيقة هدف كبير سعينا إليه في مرات عديدة. أنا أتذكر في أول حكومة، في حكومة الدكتور علاوي، نحن وضعنا خطط ورصدنا الأموال للتعداد، ثم تخلينا عن هذه الفكرة. وأتكلم عن 2004، ونحن اليوم بعد 15 عاما أيضا نتكلم عن التعداد. لذلك يجب أن يكون الاستعداد كاملا وسليما ومبنيا بناء علميا ومجتمعيا لكي نحقق أهدافه. لهذه المناسبة لا يسعني حقيقة إلا شكر الدعم الدولي الذي يتفاعل مع العراق ومع رغبات العراقيين، ويقدم كل ما لديه من إمكانات فنية وعلمية ودعم لوجستي. وأشيد بشكل خاص بجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان، سواء كمقر عام أو المكتب الإقليمي، مكتب العراق هنا. حقيقة التفاعل والعمل مع الإخوة هو عمل جدا منسجم، ونشعر أنهم يقومون بهذه الواجبات وبجدية وبتفاعل وغيرة مساوية تماما لما يقوم به العراقيون، وهذا شيء نتشرف به ونشكرهم عليه شكرا جزيلا. هذه الأعمال كلها تسعى إلى بناء القدرات الوطنية، ونحاول أن ندخل العد الإلكتروني بكل مراحله، وهذا للمرة الأولى في العراق. نعتقد أن العد الإلكتروني بالنسبة لنا سيكون أبسط وسيكون أكثر دقة وأسرع أيضا في استخلاص كل المعلومات والوصول بالتعداد السكاني إلى غاياته الأساسية. وهناك عمل دؤوب في لجان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو في اللجان المشكلة لهذا الغرض، أو بالتعاون في الحقيقة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. ونحن نستهدي بكثير من التجارب الأخرى لدول أخرى لها ظروف مشابهة لظروف العراق استطاعت القيام بتعداد ناجح، وبالنسبة لنا هذا يشكل فرصة ثمينة لكي نستخلص الإيجابيات ونتعلم من السلبيات. لن أتكلم معكم عن أهمية هذا التعداد وأهمية إعداد قاعدة بيانات هي أساسية افتقدناها منذ أكثر من 30 عاما. والحقيقة وزارة التخطيط وجهاز المركزي أيضا للإحصاء قاما بعمل كبير خلال السنوات الماضية لتوفير كل ما يمكن من قاعدة بيانات أقرب للحقيقة وأقرب للواقع، لكن نحن نريد الحقيقة والواقع وليس مجرد الاقتراب منها. لذلك أنا أحيي باسم الحكومة العراقية هذه الجهود، ونعلن دعمنا الكامل وعلى كافة الصعد لكل ما يبذل في هذا الاتجاه، لأننا نعتقده أمرا استراتيجيا مهما. لا يمكن تنظيم وضع الدولة ووضع المجتمع بدون إنجاز هذه المهمة. بدون توفير هذه القاعدة للبيانات سيكون من الصعب بل من المتعذر علينا التقدم أكثر في هذا المجال. أكرر شكري لكل من ساهم بإقامة هذا
الحفل المتواضع لكن الكبير في معانيه. هذا الحفل الذي يطلق هذه البادرة وهذا الإعلان وهذه الجهود لكي نتعاون جميعا في هذا الإطار. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.